عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وإليكم مناسبة هذه الصورة الجميلة والنادرة من ألبوم حبيبي العمر الموسيقار الكبير الراحل فريد الأطرش. فقد التقطت هذه الصورة يوم الاثنين فاتح يونيو حزيران عام 1964 بدار سينما قصر النيل في القاهرة، خلال الاحتفال بالذكرى 30 لميلاد الإذاعة المصرية الذي تم يوم 31 مايو أيار عام 1934. ونرى في الصورة الموسيقار فريد الأطرش، وعلى يمينه المطربة شهرزاد، وعلى يساره الراقصة نجوى فؤاد والموسيقار أحمد فؤاد حسن، وبينهما عبد الحميد الحديدي وكان وكيلا لوزارة الثقافة لشؤون البرامج، وكلهم يبدون إعجابهم بعود فريد المصدف. وقد كان الموسيقار فريد الأطرش عريس الحفلة، وأسهم في عيد الإذاعة برائعة أول همسة، واستمر في غنائها أكثر من ساعة، وتخلل الأغنية عزف منفرد على العود. ومعلوم أن هذا العود الأسطوري كان هدية للموسيقار فريد الأطرش من أحد الصناع المهارة بمدينة حلب السورية، ورافق الموسيقار أزيد من 30 عاما. وبعد وفاته عرض مواطن جزائري على شقيقه فؤاد 30,000 جنيه استرليني لشرائه، غير أن فؤاد رفض التنازل عن العود مهما كان المبلغ المعروض، لأنه قرر أن يضمه إلى مخلفات شقيقه فريد الأطرش في متحف باسمه، غير أن هذا المتحف للأسف الشديد لم يرى النور أبدا، كما أن مصير هذا العود الأسطوري لا يزال مجهولا حتى اليوم. رحم الله حبيب العمر، وإلى حديث صورة أخرى من ألبومه.